ragga isguursada iyo qomuluudka iowaaase xarfaagadaa u taaganyiin midunbuu arkay gashano noocaas calaamadoodiibuu iska sitaa calaamadii jeegaanta loodhan jiray ee ay lahaayan dadkaa xumi dadka loo yaqaano taaiiinta a umada liidata ee umada wax looga dhigo aclaanbaa loga diglakinwaa dad hooseeya marka aragtidooda iyo afkaartoodagadamaanta لقى يا بدك قاركود إنه يكون ضاير يا قاربا بعض المرات نقض حيوان وعجيب عسر جا واحد شو وحد شنو واحد لا الكلاب البشرية أي بني آدم كأه قف كي بات سمينار بقول يا وحرير وبريه نصوص على وحن حسين إن أي نغضو حري قارث الله يسره أفرت أدينا كوس على عرب كان سوي يرد ريدون دريريو bal tababarkaasaan <muchas> doonay inaan qaato qofna i kaxaysu ijiito tababarkaasaa lacag laga qaadaya markaasaa la siinaya tababarkaasoo mudu a iga ahaanaya marka dambuu korisu soo taagaya adalo dadkiibuu kusoo biraya baldadka noocaasa dhallinyarada ku deynaysa waa nibnasiib daro mra safaahadaa iyo tafaahadaa madharka iyo macnaha iyo meesha ay joogaanba in logu tago waxaa soo dhammina waxa weeye wax lagu faani karo baa waa wax laga xarragoodo oo laga faano oo laga fogaado waxa sidoo kale iyaguna arintan runtii ictisaaska madmuumka ah ama dhaadashada la diiday ah ta madaxda ay ku faanaan inay ku dayanayaan siyaasiyiinta gaalada siday u labistaan afkaartooda sea u cabbiraan falsafaddaay leeyihiin inay wax badan yidhaadaan kuwaasaanu kaga dayanaynaa dimuqraadiyaddooday xadaaradda say waxu maamulaani siday diinta iyo dowladnimada u kala saareeni inay iyaguna aragtida noocaasa siyaasiyiintu ka qaataan dadkaa taafihiinta ah ee liita iyaduna waa nasiib darro ay halkaa cisi ka raadiyaan markaaynu taa ka soo gudubno وحاوبها المركاة فالصراد ما هو معنى الاعتزاز بهذا الدين الحنيف حوية هاي مركاة كفارة سيدي الله كفارة يا دين وحا الله كفارة يا إنا الدين تأذقه كل قنطه للدين والنقا تد كنوية له أيضا أي معناها سينا بريسا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يا كهذا لو ناكسن أو هذا شو لو ناكسن أو كا فان لو ناكسن قف كإلهي حقي سدد كأوجي ريا داعية استغينا كل هذا يا إسلام كيس كوكال وقال <سؤال> إنني من المسلمين ما ها أنور هير هبل باني جنسية هبل باني ميداني أركين وها لكن وقال إنني من المسلمين <سؤال> أنا مسلمين تان كم إذا يقولي ده قارك الله وحكم فانيا

إلهي <سؤال> باو حول الله انتو نارتين لاب نمو حان ويدين كو سودة جنة كتاب شرفتي نية عيسيقي نو كتيرو في كتابا فيه ذكرو أفلا تعقل ماشا مير عقل ترين ها عيد كلا ويهي سانا عيد كلا ويحو دا وقفانا يسانا يبدا عدو دا ليتين رخيس كاه كتاب شرفتي نية كو ترتين عيسيقي نية نو سودة جنة كتاب ولكن يقول لك ان الاعتزاز هو ان يكون هناك هذا الإسلام كقاب ترساته تقضي أوي نيد بين ولا هذه كسيء بها تدك بلادين تنا هذي طل هيا روح بلن واي دنيا هيا واي أوض هيا أو واحد بدر أو كلا الدنيا ذا إن يهين ضد هلاك سمي وارد معنى الاعتزاز بقاس إلهي سبحانه وتعالى ومدن ومنشكته وحوري لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى هاي أمة وبر واقعي ملك الرسول صدر أي وكتاب سودة أي رسول كاسو كتاب كي باري. أو فسرية أو تربية ديني أنت سيسر عيني يا رسول صلى الله عليه وسلم إلى هاي أمة داوود ديقسي ديقبو إلى هاي سي مركا اعتزاز كاغا وحاد كو آمين ايسا اينا تيكا اوغو باد اسلام کا مرحطا دا هايساتو ديق ديو وينايد دا افراد معنى الاعتزاز وحاوي انك عادل وانا تكو عسيقا يشرفتا كو رادسا اينا دا دو تي ادونكا كا اوغو عادل سن قالوا ما عادل سنة مضافق نوغ ما عادل سنة تدكا او حالا هين اسكو شيقا يا اوغو ما عادل سنة لكن قفك اسلام كا ما اقما عادل سنة إلهي ما تاكهينا وكبر خاتك عي رب سبحانه وتعالى سَقَوْا مدي سامان وحولي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا سلا سوكلا وحانو إذن كرنقنا وعادل سنو ملاها آخر مرايكا وحبل ويدين ماي إنجليز تو حبل لو ماي فرنسيس تو حبل ماي لكن إلى هاي وحلاه مؤمنين تني على يقان كاي الشهادة اليوم بريدون كهال كان يسوي تاجود تكو كلام فرا نبي جاني يوم مدي سوي مرمان أو مدة نوح إلى رسول كحبل نوم الشيء نسنا وحلاه رسالة دي وان جارسية كيابا صحة إلى هاي الرسول كاس صحة بينه وحاجة مرخاتي دي قران كاجد ناقوش شكت وركبوا بعض مركا قف كدين سلا عدالة لي ما ذي هذه روعان سياسة ظهر هير قلبيت كوشا قيسوه هيقل ميلا هذا عدة دون ايانا كو أقور وريتيا عدة يدون ايانا إلا هذا إذا رأي كورن خيامة دا مرافقة عدة ولا بربر مريم يهود محلو جي ما قاعد بالله قوم لا لي قبان تعالوا مكانا ينو مسلم كا وحيا أبو عيسي كرها كافراد وحويا هناك اسباب للاعتزاز ووصائل إنه إعتزاز اعتزازك معناها شرفت في عنا الله waxay leedahay sababaa lagu kasbadaa diintaa fiicanna lagu dhaadan kara sababaa lagu kasbadaa sababaha waxa ka midoo waxguina barayaa alcafu wattawaatuc qofku inuu iska cafiyo dadka kibirkana iska daayo oo isgaabiyo o miskiin iska dhigo oo qofka muminkaahi isagoo casiiza ayaa haddana aanu kibir lahayn kalsooni uu qabo daraaddeedna داد كويحي وحوك يستو اسكر عفا تلذي النبي قوها يا صلى الله عليه وسلم نبي قوها يقول ما لقصت صدقة من مال صدقة حولها وحبك من ناقصت ويو مال كيبا بركوبيا حدي تردو يرد من تيذي بابدانيس تيذي أنا كمهم سن ترده وحو النبي قصير رعي وما تواضع عبد إلا رفعه الله حديث صحيح مسلم كسبنا أدون كإسكابية كبر كإسكالية إلهي هاي بكرو قاضى وقفك كبر يا وحو يا كالسون إلى نفتي ساه كل كاسودون يا كبر كينو كوكابا قفك تواضع يا شنو لغيانا نفتي سو يا هايو دي وحو كبرابا ماتيرو إلهي هاي يوم الضبابة كوتش على الله بلا كبر كاه وقف هم بلاها اسك مسكين اسكو كل لكن دد متعاونين على الفسق والفجور وهناك مجرمون وحد شرد دد حمان تعاد يستي يد دد بيلياله وهدي الله طول الضعيف نما وركيا كنت وكنت تشلع سنة يا ما انت عفدو بري عفدو وركوا وضل لي بركو كسوق على كساسي ميستا يستاهلين لعفيو وإذا بدرني هاي عشر لاردغا إلى هاي باوحور والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون ومنين تنقل نقا كوضا وحا كاملة وكوى مركز سال لوغو كبرو تيار كوستو حسك عليا إعادة وغان ماذا حيا نبر كوضيغا أسباب توحا كاملة عيسيغا لغو هلا إنو مستر كيدا كرها دي عيسيغا ميشيس أو إن جاسون يريد عيسى إلهي بالله جل قال كلا إلهي إلهي عزيز ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون إلهي ما شرفت يا ودلة رسول الذي ساله والأولياء يسمون من الله يقان كاله منافق ستام جرنا وكيد الحقيرة وحسد حاضر عيسى قال جهلا قفكو إنه كقرعه أن أن هذا الاعتزاز اعتزاز كائسقاه لا يمنع الرزق ولا يعجل الأجل أو لا يقرب الأجل إلى شرفتا إيا هيس سشدا إيا كو أتكانتا دينتا ذكر راديسو إمريكا غانا صويا رين ميسا عرف كا غانا صويا رين ميس وأنا قال عادا إيا هيسا دا مركا صاد اعتزاز كالله إيمان كرايس nimankii gaalada ahaa markii ilaahay yihi ka joojiya baytullaahi alxaraamka iyoay imanin ooy soo agmarin oy odhanin waanu ku cibaadaysanaynaa ayaa dadka qaarkood yidhaahdeen waar nimanku iyagaaba safarrada keeni jiree talow xaggaynu arsaaqadda ka raadin doonaa safarkoodii hadday la tagaan waa sidan dadkeennu ay u idhaahdaan war kuwa deeqbixiyayaasha hadday naga tagaan iyo hay-adahoodu dee koobsha habal mala lcabbi maayee بل دتك هاي نجيرين هلا ينقو صاورون إلى هاي ما كتشوا أبو وإن خفت معيلة فسوف يغنيكم الله من فضله هدا فقر كعب صنع إنسان إلهي هاي ما فضل جسية دغدي دغدي سيد سيد دي قالها ورورينا اتقوا الله وأجملوا في الطلب رسول كان نوح الله صلى الله عليه وسلم والعيسى جن يشرفتنا إلى شذاء إلهي كعب صذاء أرساقد رادين تيدا وناتشيه أو شرف ترأي دلها كل رادينينا غير ذو مركا قفك ويدا باع رميس أرساقد دون ويدا باع رميس مركا عيسي قاقيا شرف تاذا هؤواي أدقو كعب سنة يا واد نمام أما أدقو كعب سنة يا واد قدي عمر الآن إيه على فلانا دو كعب سنة يا دين تاذا إيا شرف تاذا هاتوري وحا وحيابها الله جوه لا كم إذا اعتزاز كاس التربية والتأصيل إن قفكن كان لجو تربية يو أنا اللي يرى هدي عيسى قال لجو ربي يو هدي دول يد ضعيف نما لجو ربي يرى أي أركان دت كودي هرمود كواه ماذا حدودي يوارد كودي أي تاك قد ضيذانة دول

وانا ارنت اي تلمامي دونان قسوين كصوص على أه قدم كا كلاين حسنا هي وحويا خوارم هذا الاعتزاز هذا الشظ النوع عنا. يشرف رادين تا النوع انا وحيابا وحتيرا نوعا الدين وارقنا وسائل كي ودوين كلامرو وحلا إسكيل علينا يا وحيابها الدعوة وحكم إذا التشبه بالأعداء

و سيدا إلى هاي بقى وشجع وعدت كا دين ذي الرب إذا المركا خوارب ال على هذا الاعتزاز عيسى جاي شرفت إسلام كله حيا يا حد ما وحكم إذا قال الدعاء عرره دت كي مه دل ذا إيجارسي إيجا إيجارسي إيجو صور إي كيسي أرين قال كا سمرة يا إلى هاي مه بيا دين تسمى ذا بدل ودت كمينه وحكم إذا وحيابها خوارب كا ايه شرفت قفك مسلم كا ولهاي ايه عيسى عيسى ايه ودي سبع لواعية النعرات الجاهلية والعصبيات والفرقة والطائفية قيب سنة مسلم كا وقايب سين قبالة قبيالد كاحة حسبية قايب سنات النوع عاص إجعل تويدي لواعدة وحدن تي

تارهرت وقت ولاي كدي جاي مركو لا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وراء خلافنا وراء فشل بنا أودينا تجي أيوة هاي لله سبحانه وتعالى إن ده صار نوى إنه أركي نامان ومدة وحيابها تبيه وح كملة نبنيك قبيلك كحجو قبيلة بقبيل كحجو قبل بك كحجو دولة ذي بتكحجتو أي عدو أي إسكيل عليا ونوضح حكي عيسى إذا مركا مشكلة داخلية مشكلة ذو مدينة هو حيوان عيسى قدس كقاضي مدينة هو خارج يود بده كجاي مريس مدينة كده وح إذا حب الدنيا وكراهية الموت يجود قدس كقضية بقى على هاي قضية ده ذو حياة هاي دين تود يين على هاي شعلة يين الهي هاي رالي جليا يين على شنادي سرديا هيك سيجودي هنكو هلك أسوأ كيم بلا

walo <g��> waxa laga yaabaa inay ummaduhu isugu ken yeedhaan sida dadka xeedrhada cunaya isugu yeedhaan kal kaala ila cun waa raashin bisiloo fandhaalka la danaya kanina dinacau ka cunaya kanina dhinacauka cuna asxaabtu waxanoo kale may arki jiriinuu nebigu ka sii warrame waxaydhaahdeen awamin qillatin yaa rasuul allah miyaanu yarnahay maalintaa uu antum kaiir waa badantiin ولكنكم غثاء كغثاء السيل طاب حورته كلا لم يتهن وبدنتي أصابكم الوهن وحيث كنت عايت عيف المي يدل حب الدنيا وكراهية الموت أدو يدي ما تشعلاتين كير ذي بين عليه وصدنا واركينا أرنتا النبي محمد كورمي عليه الصلاة والسلام وحنا ينو إمك أركينا أي نولان كي محام مريقة كسيبي iyo inageenna laftigeennu aynu yaabsannahay wax la sii khadiday buu ahaa boqol sano ka hor iyo konton sano ka hor oo inagu maanta aynu arkaynaynu ku baraarugayn markaynu ilaaas ilaa afartaashayna waxay ka mid yihiin warcisigiiiyo sharaftii aynu doonayne aynu ka heli lahayn rabbi iyo diinta iyo waxiga waxyaabaa lumiyee kuwana ka midii o u baahan in laga feejignaado e indheheenna aynu ku arkayno وحين انتهى سر عين الله انه يقضى قصص نموذجية في هذا الاعتزاز انه قف قد انتي سكفان وكل قناد وكل اتكالا وكل انتو كن رالاضا قصويا تصينا يوه الدليل قصص كناها دي وضرب من ضروب التربية حيانا بعد ذات كان ربي يوي ومر كآد قفتو جهيسو عد تصالة وبلات المعمى أو وحنا الله شيء وحنا دش شجع يصير واقع على لولات كهير جلي وها هاي وحلا يابنا قصي كاو حرمود النبي عليه الصلاة والسلام سيرة ديس وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتبت كل آخر ولي وليبهب كل دراسينا يوم أه نقضك كيفية فيها العذات والدراس و... والدروس فوائد وعبر ودروس فقه السيرة يا وح لا جفها بين مركضات كلا جس وجروا ولا وجه هينكر على اللي يرضى إيوه ومضى عليه الصلاة والسلام السجوا عد بدن عليه السلام الرومي سي أضد كبار الله أيام مركي ومكة كصوب حي رسول صلى الله عليه وسلم قال ذو حي كيد هذين وحن سكجار وارد كيجي يا أضياش يدي يا ومضى يدي لا تكسر قد عقليه

صهيب الرومي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ميدو ولبا ولا غراعيا دغخ با دبر كا لا ساريا كوليل كا لا غعادابيا شركيسا لا غوبيا ميدو ولبا و خو يا قول قولكيسا انو ادكايستو معنا شرفتي سوحو وكرر معنا اعتزاز حتى مع الاستضعاف حدي حتى لا غتجلصدو لا غراعو لا غديبو عيسيغا كا تگي الى دور لي باد كو ديباناي أصحاب تاريخ ذا الآخر يعني مقاعد ذا صور نبي قرأ عليه سلطة والسلام ودينه إنه عيسى كا قاوا ودل لي الضعيف نما يكون كل إنتهى. صبر يا أرا ياسر لا بوعيدكم الجنة إسكا صبر أبو الله رأى له ياسر جنة ذا ينوب الله نه سيدي ببرك أكو شيء دين عمار بن ياسر هو يدي أبي وحكم إذا اعتساس كهذا ودل يا ضحي أود هذا إن المرافق هذا كير على سو يما صدق دكتور يدو إلى هاي بكو عسيب عمر بن الخطاب الله كرال إنه بركي قدس لحرية شابو تجي بركي يسيق لا يلاس حاجي كسر دويني هالكاس ما راح هذا واه أبو عبيد أيام وحلي عمر باو حكوا صاب حيمال ضاحها بيمرانها أنتوا أول كيك الدقيب وكبيه قاتوا ولا arkaa wuxui de inaad sidan samaysamhe nidaamka brotokolaadka halka ka jira waa la iskula yaabaa arintan inaad awrkaaga iyo gaadiid wa ku dhexmarto wa lagu qaaday saasoo ale sidoodii macnaa cumar bnkhadaab wui wlahi kalmadaacidaan ahayn inay odran lahayd ayaa aduu kii odhan lahaa mehid ereygaa kamaa ilan ere ai aabigaas inagu waxaa ilaahay nagu ciseeyay islaamka

beershiyank reer faris ayaa la ysmari waayay ninkii madaxda ka ahaa rustum ayaa wuxuu hi balaynu isaragna carabtiina soo duushayey waxaa loo diray asxaabiga ribciyi bnu caamir ayaa loo diray waxaa la bal ninkaa warka gaarhsiiya waxaaynu doonayno rustum buu u tegey markii dee layihi wafti baa nimankii ka yimi waa lays hor fadhiyaa isaguna col badan buu soo diyaarsaday muslimiintana col badan baa halka fadhiya waa laysku quusanaya markaa wuxuu doonaya inuu iska bustay iska muslao markii la yidhi waftigaasaa soo socoda u xariirsii gogla oo inaga giijiya arrintoo haybadii abha milkigeennu abhadiiyo muuqaalkuleeya moojiya saxaabigii isagoo dameerkiisii yaraa iska fuushan buu soo galay xariirtoodii buu iska soo jiiray meelihii ay gogleen mid ka mida buu dameerkii yaraa ku xidhay uu ka soo degay isagoo warankiisii sito oo welibaaan xariirta ka ilaalinaynin kursigii loo loo dhigay iyo wixii muu fadhiisanin ninkii boqorka halkaa hortiisu iska fadhiistay wuxuuhi maxaad u fuuli weyday meesha aanu ku diyaarinnay iyo kuraasta

ilaahay wuxuu noo yabahay buu hi kaayaga dhintaana inuu janno galo kaayaga nool noolina inuu nasri iyo cisi helo masidaasaa waayahay haddaba haddii n aad la socotaan arintaa markaa wuxuu u raaciyey waxaanu ku dayn karnaa kugu dayn karnaa inaad ama islaamto ama cashuur bixiso ama aad dagaal diyaaru noqoto hadday saddexdaa tay balwaanu kasoo tashanaynaa watinasiyabu laba cishoaanu idin siinana badnaa saddex cisho maya inka badan baanuu bahanayu anagu inka badan watigaa dadka ma siino nebiga yagaa noo ogolaanino waa soo diyaargaroobaysaane saddexdaa cishaanu ku siinay saddexdaa cishana anigaa damaanad qaada inaan cidi ku soo weeranin saddexdaa cishona saddxdaa arimoodnkuu sheegay mid ha lagaa helo cishada afraada haddaad mid keeni weydo weerarku waa diyaar ninkan sida kalsoonida u hadlaya abulayaabayo iyo ciisigiisaoo wuxuu ii o adugu macolka madaxdiisaad ahay may askari caadiyaan ahay buuli laakiin anagu wacad keliyaanu wada leenahay qowlka iyaguna wuu midaysan yahy maganta yadu wa midaysantahay qaraarka iyaguu midaysanya hadaan muslikanah maganta uu bixiye askarigu madaxdu kama bixi karta buul bal waayrod markuu dhaqaaqay uu doonay inuu muslaxada kuwii hareeraha fadhiyee dhacamlayaashiisiiyo baarlamankii kacaankiisa ka dheeraynayey horkacayey markaasa wuui warninkan u aragteen qowlkiisa iyo kalsoonidiisa iyo balladaha addagu dhigayo maxay idinla tahay de waxaynala tahay bay idhaahdeen aan isku quusano markuu arkay inay soo taagan yihiin ayuui waay saddexday cishu iska aamus colkii baa lagu soo egeeyey waa la kala calaf qaaday oo halkaasay ku duntay dowladdii muddada dheer soo jirtay kumayaalka sano ee la odhan jiray dowlatul furus ama beershiyanka la odhan jiray halkaasay ku baabaaday ragga cisiga leh libaxyada cisigii ilaahay sita ayaa liqay oo micyaha iyo iyo cidyaha ku leefa